من انه يحوشني عنك، فاهم؟ ساعة عم تلفي وتدوري بأرضك، احكي شو بكي؟ شو قصتك حبيبة؟ ساعة ناصر الطيار، ساعة مجدي. هيتا لكن خير. ليكي بعرف انه علاقتنا اخر فترة صايرة مثل الزفت، بس في شي موجود على القليل مخلينا نكون بنفس البيت مع بعض. ولا انا في شي محيرني، ظهرنا مع ناصر الطيار زعلتي، حكينا مع مجدي ضايقتي، انت اللي شو قصتي كارين؟ بدي كرمالك حبيبة، عن جد شايفتك رايحة بدنيا عم تاخدك وبتجيبك ومش عارفة لوين بدها توصلك. رح توصلك لمحل عقلك مش ممكن يتخيله، ممكن تبلعك. شو في جوا؟ شو صاير؟ ليكي شايك توفري هالكم نصيحة لنفسك، كل واحد حر بحياته، ما هيك؟ أبصر المرء النهاية ما كان بدأ. علاقتي بحمزة بدأت من فترة، تعرفت عليه بالصدفة عن طريق حد مشترك، طلب مني أساعده في شخصية من رواياته، افتكرت إن أنا هساعده في حاجة تانية، لكن كان بيتكلم بجد وفيت. جمانة حمزة خصير، أول مرة من ثلاث أسابيع يطلع لي في الجدول راجل حلو كده. جدول؟ أنت شغالة بجدول؟ طبعا النظام في الشغل بينجح. معلش اتأخرت عليك، أصلاً ما بصحاش بدري، أنا بتاعت النايت شيفت. ما أنا عارف، إيه دي قال لي على كل حاجة. المهم تحبي نقعد جوه ولا برا؟ برا؟ والله فكرة، وبالذات تحت الشجرة دي. بس قول لي حد بيعدي؟ كل دقيقة واحد بيعدي من هنا، وبعدين فاهمة إن إحنا هنعمل إيه بالظبط؟ وإيه علاقة الشجرة بالموضوع؟ كل خير طبعاً. لا مش كل خير قوي يا أختي، إحنا هنقعد نتكلم. نتكلم يا خسرتك يا جدول. يا ستي خلصيني بقى، عايز تقعدي جوه ولا بره؟ لا طالما كلام بس خلينا هنا، وهدى يا اخويا ملوش لازمه تمسكه. طب خدي دي بقى. هات كل الاسماء اللي قلتها دي ليهم مصلحه في قتل حمزه، بس مين بالظبط دي مشكلتكم انتوا. بص يا جمان، انا عايز اطلب منك طلب، لو ما وافقتيش انا مش هزعل. طب ما كنت تقول كده من الاول قبل ما البس المنتوه. يا ستي البسي المنتوه، الست اللي كل ما اكلمها تقلع دي. خدي بالراحه كده بقى نفهم بعض. انا مؤلف وبحضر روايه عن عالم الايه؟ عالم الدعاره يا اختي. طب ما تقول كده من الاول. اديني قلتها، ومحتاج حد يساعدني عشان افهم العالم ده، لان يعني زي ما تقولي كده انا ما اعرفش عنه حاجه تقريبا. طب وانا هساعدك ازاي؟ هرقص لك بلدي بقى وانت بتكتب. لا خلي موضوع الرقص ده على جنب، هنشوفه بعدين. بصي وانا بكتب روايه بحب ادخل جوه العالم بتاعها، افهم شخصياتها، عشان يعني ما اكتبهاش من بره بشكل سطحي. وزي ما قلت لك انا تقريبا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وخصوصا بعد ما شفت جالي احباط اكتشفت ان انا ابيض. طب خد عندك بقى، اول ما تشوف واحده من العالم ده هتصاب بقلق وتوتر
ودهشة. ده أكيد. المهم هتدفع كام؟ أنا باخد في ساعة الشغل 500، وده من غير كلام، يعني أهلا باي باي وكلمتين في النص كده عشان بصمة الجوجو. بصمة الجوجو، والله ممكن أسمي الرواية كده، بصمة الجوجو لحمزة قصير. طب بصي بقى، أنا عشان خاطر بصمة الجوجو هديكي 30% من المبلغ اللي أنا أخده. أيوة، يعني كام؟ 8.5 ساعة من شغل حضرتك، وأحيانا ربع ساعة. يعني 200-250؟ أمال إيه البيت ده؟ ورثة. ما تبيعه. ما ينفعش أبيعه. يا عيني يا ابني، صعبت عليا وأنت قمر كده وطويل. طب أنا هساعدك وببلاش. طب والله العظيم تلاتة، أنت بنت، قصدي ست جدع. بس من قال لآخر كده تبقى تديني حقي ناشف. إيه الضحكة دي؟ مش فاهماها. شو في يا حمزة؟ لا مفيش حاجة، خسرت 9 مليون دولار في البورصة. ولا أقول لك، اليخت بتاعي غرق، الأسود مش البني. هو إيه اللي فيه يا أستاذ فؤاد؟ مش لاقي آكل. فوت لعند نادية هلا بتعطيك 200 دولار، مع إنه بالطبيعة أنا ما بدفع إلا نهاية نص السنة. نص سنة إيه وربع سنة؟ أنت محسسني إن أنت بتشتري حتة أرض. يا عم ده العقد كله ب 700 دولار، رواية ب 700 دولار، ده علبة السمنة دلوقتي ب 600 دولار، والنباتي كمان. في عندك شيء جديد يا حمزة؟ آه عندي، عندي حدوتة كده بس لسه ما كملتش في دماغي. عن شو بتحكي؟ بتحكي عن حاجة سنك كبر عليها شوية. عن الدعارة يا شيخ. والله؟ دعارة؟ آه. هي أنا مستنيها. صباح الخير يا أستاذ فؤاد. أهلاً أهلاً طوني، كيفك؟ هيدا الشغل تبع امبارح. إيه، مروعة نادية، خد 500 دولار. أوكي، تكرم. هو الواد ده فوتوغرافيا؟ هيدا مصور، بصور لي حفلات بالبابيت والمجتمع، وبجيبهم وبنشرهم بمجلتي. مصور ياخد 500 دولار وانا انحت قلبي في روايه اخد 700؟ ارزاق حمزه، شو رايك تنزل وتصور بالمجتمع نفس الشغله وتجيب كم صوره لانشرهم بمجلتي وبعطيك 500 دولار؟ تعطيني 500 دولار؟ ده انا مش هصور وبس، ده نسرح انا وانت بترمس. يا ناديه مع السلامه. ناديه. لما تبقى عايش في الوساخه دي بقالك سنين تلاقي بني ادم نظيف بيلجأ لك وطالب مساعدتك، ما اعتقدش ان انت ممكن تتردد في مساعدته. لو صح يا مدام جمانة، فين؟ قصة جمانة بوريك. مين؟ جمانة بوريك. بوريك ازاي يعني حضرتك؟ حمزة. ايه ده؟ دي طلع بوريك بجد؟ انا اسفين قوي، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده ازاي؟ ازيك يا حمزة؟ ازيك عاملة ايه؟ تعالى تعالى نشرب حاجة على البوابة. استني بس، انا ما انا ما بشربش. خلاص نخش الأوضة جوه. خلاص بشرب، تعالي تعالي. اه منك يا حمزة سوري. بس اقول لك ايه، تعرفي؟ الكبريت بتاعكم حلو قوي. انا ما كنتش متخيله كده خالص. امال كنت متخيله ازاي يعني؟ يعني زي ما بتشوف في الافلام كده، مكان قاتم غريب مريب وفي ناس بتنقط فلوس كده يعني. ايوه الله ينور، اقعد كده في كباريه. ما هو لازم يبقى حلو من بره عشان يحبب الناس في قله الادب. بقول لك يا جوجو، البلد دي كلها اهاليها فين؟ يعني موجودين على مش موجودين، مبسوطين على موافقين. لا على فكره ممكن يكونوا مظلومين اكيد، يعني مفيش حد عايز بناته ويبقوا عاملين كده. انما انت ايه اكتر حاجه بتضايقك ان انت شغاله بفلوس؟ لما حد يقولها لي عينيا. انت يا بنتي بتردي، ما بسالك انا، بقول لك ايه اكتر حاجه مضايقاك ان انت شغاله؟ مظبوط، انا اسف مزعجش منك. وبعدين اقول لك نصيحه، ما تاخديش على كلام الجماعه المؤلفين لانهم بيترسوا كلام وخلاص. المهم عايزك انت تركزي معايا، نعمل روايه زي الفل تكسر الدنيا، نعمل كباريه احلى من ده، ونعلم الناس قله الادب صح بقى. موضوع الرواية أنا كنت موافقة عليه في الأول، بس بعد كده خفت وهي قلبت عليه في الآخر. بالساعتين اللي قطعوا كم مرة فاتوا؟